fans teasing you behind some wrong, I got you. Problem, get on top and get the bounce around like a little rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you woke up and sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. يعطيك العافية سيد حمدي. هلا شو أخبارك؟ كيف النادي معك؟ صراحة ما بعرف شو بدي لك يا سيد حمدي، اشتراكك معنا صار له خالص فترة ونحن مستحيين نحكي معك. لك أنا اشتراكي خالص؟ طب معقول ما تخبروني يا جماعة؟ صراحة نحن كنا نتعامل مع المكتب بس كأنه التليفون له مدة مقطوع. أنا تليفوني مقطوع؟ مو معقول. مو غيرت المكتب؟ اتغير رقم التليفون. هلا بعد ما تخلص بعطيك رقم التليفون. انا اسف، في قرار من الاداره، اذا ما بتدفع انا ما فيني اسمح لك تلعب. انا بتحكي معي الحكي؟ لك انا حمدي بورصه. عارف حمدي بورصه؟ انا اشتراكي مو اي اشتراك، انا اشتراكي VIP يعني Very Important Person. مشان كم يوم بتوقفوا لي اشتراكي؟ يا بشو عليكم، هدول شهرين مو كم يوم. يا حبيب قلبي روح قول للمدرة تبعك انه حمدي بورصه ما عاد بده يجدد اشتراك. في ألف نادي صحي بده حمدي بورصة يشترك معه، فهمان ولا لا؟ ايه رأيكم يا جماعة اعزمكم على الغداء؟ اعرف مطعم فتح جديد في دبي ملهوش حل. يلا والله انا جوعان. يلا يلا. ايه غدا ايه دلوقتي؟ وبعدين انت هتجيب فلوس منين؟ معايا فيزا فاضل فيها شوية فلوس نقضي عليهم بالمرة بقى. لك فيزة ايه وبتاع ايه انت التاني؟ ما قلنا لك خلص بطل لي اياها، هي اللي شو كان اسمها؟ كريدت كارد. لك ايه خلص بقى، رح تجنننا فيها هي. خلاص يا جماعة خلاص، انتوا زعلتوا ولا ايه؟ أول ما هروح البيت هقطع كل الكريدت كارد اللي معايا. لا سيب لي المهمة دي بقى، أنا هقطعهم لك بسنين. تعملي زينة العقل. هاي Where is Abu Janti? Abu Janti, no here. No. She's daughter, friend. I know you are his friend, but why he didn't call me back? It's my mistake. She no call him to call you. نسي. الله يلعن الشيطان يا رب. Don't forget again. Okay? Yes, no forget. قل له خلص. وليش؟ يا عمان شو عم تسوي هون؟ مثل مالك شايف عم بسترزي. تركت الدنيا كلياتها، ما جيت حطيت اغراضك اللي عندي. هلا دايت عينك على المشروع؟ لك يا اخي ما دايت عيني، بس عم تزعج لي الزباين. اصلا انا غلطان اللي اخترت المكان اللي رح يشهد ولادة اكبر مشروع بهالبلد. اخي انا متنازل عن هالشرف، ضب اغراضك وحل عنا. واضح انك ما عم تقرا جرايد بنوب. والله منكم نستفيد، هات نورنا. كاتبين بالبنط العريض انه الدولة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. والله هذا مشروعك شو ياسو؟ متوسط ولا صغيرة؟ والله هذا المشروع لسه ياسو محير، ما عم مبين معناه، يعني لا انه متوسط ولا صغيرة. يعني الدولة مو دعمته؟ ايه والله مزبوط، فهمت دغري. ليكك طلعت ذكي، فكرتك معقد. هلا بتطب اغراضك ولا بطلب لك شرطة؟ لا لا خلص راح امشي يا حبيبي. يلا بسرعة. ما بدك. ادي اللي حصل معايا يا ابو ناصر. اعمل ايه بقى؟ والله يا اخي محمد انت اللي عندك مو مصيبة الا بلوى. واللي يحس بخاطري شخص مثلك متعلم ويحمل شهادات، المفروض يوعى لهالمسائل. ولا ايش رايك يا ابو جانتي؟ والله يا معلم يعني بس هو ليك عشان بس طلع فيه هلا انت هيك نشوف هو كيف عم يحتقر نفسه على العمل اللي عملها، يعني حاسس بالندم والغلط. بس شو فايده الندم الحين؟ لازم نشوف له حل. ما فيش حل الا وفكرت فيه. اتقفل كل الابواب في وشي، اعمل ايه؟ حتى اسالهم صح ولا لا؟ اسمع اخ محمد، لو ما ابو جانتي غالي على قلبي واحبه وايد ويثق فيك انك ريال زين ما كان يعبك عندي. على فكرة المبلغ كبير والفوائد وايد، واعتقد بعد راح يكون عليك تعميم. اي والله الله وكيلك يا معلم، تعميم اليوم دقوله، يعني صار رجل بالفلقة ورجل بالإبر، مشان هيك نحن اجينا لعندك ودقينا بابا. الله ياخذ بريسك، دومك راح سوالف. اسمع محمد، انا راح اكفلك وراح ادفع المبلغ اللي عليك والفوائد بعد، وبدور لك شغل، لكن اذا لفيت يمين يسار ولا لعبت بديلك بقصته وبشتوي اشد من البنك بعد. بوعدك حبيض لك وشك، واي كلمه حتقول عليها حنفذها على طول، ما تقلقش مني،
انا بتاع شغل. اسمع اخوي محمد، انا وهي ابيض، انا باك تبيض وجهك انت، وباكر الصبح مر علي ويصير خير ان شاء الله. انا اسمعك ابو ناصر، مو تخجلنا مع الزلمه وتفقع نومي لبعض الظهر انت بكره، بعرفها حركاتك. من 6 الصبح اكون مزروع واقف قدام باب القهوه، ما تقلقش مني. حبيب شو شايف اني ديك انا؟ لا حبيبي انا ما نجي لساعة 9. لا على سلامتك معلم، انت ديك انت، لك انت نمر. أراضي بس هو يا بيطخه يا بيكسر مخه. طب كويس، من 9 حكون عندك. ايه المشكلة يعني؟ ها؟ مش هيك يعني. ابو ناصر الغدا جاهز نزله؟ ايه نزل الغدا. مدام والله قومي جيبي بسنت من السيارة، لوت لي قلبي وهي نايمة، بعدين جابوا الغدا مشان تاكلها لقمة. في غدا؟ أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة يعني. شرب شرب العصير. أبو جانتي لو سمحت شوي. أبو جانتي إجا اليوم لعندك واحد صار جاي مرتين، عضلات ورابط شعر. عضلات ورابط شعر؟ إيه. زندو هيك قد البطيخة؟ لا قد الأناناس هيك. شو اسمه؟ اسمه بيبدا بحرف الميم، ما بعرف شو. بطيء؟ لا بس ايه كان معه 100 تور طابقه. في اسانسير؟ لا نزل على الدرجه. عرفته ايه عرفته، راح بالي لتبع الكراتين انا. مين هو يا ابشانتي؟ شو دخله؟ ابشانتي ابشانتي بس بدي اسالك سؤال. بعرف شو بدك تسالني، بدي حريشك شو مدوي، ما دخلك ما راح بيدك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سيدي، والله انك ابن حلال يا ابو جنتي، انت بقيت واحد من العيلة خلاص. الله يخليك، الله يعلم انك بمقام والدي يا مستر عارف. الله يخليك، وان شاء الله هيك انا يعني ما بقطعكم، كل يومين ثلاثة بيجي بزوركم وشو في مخالفات عنده بدفع له اياها. مخالفات تانية؟ انت ايه عاوز تزوره في المستشفى ولا ايه؟ لا الله يسامحني، بعيد الشر على قلبه، ما صدقنا امتى طاب وتعافى. ايه الحمد لله الحمد لله. هاي هدية مني ليك. سوارة حاجة بسيطة، والله انت تستاهل أكتر من كده. الله يسامحك، سويت معنا كل خير ومع بنتي. الله يسامحك. الله يحميك يا رب. ضبيها للسوارة أحسن ما أزعل منك، أنت بمقام والدتي وأنا إذا عملت شيء معكم أنا عم بعمله مع عائلتي. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. طيب تقبل مني الهدية البسيطة دي؟ كلام ربنا يحفظك من كل شر. الله يسلمك، هيك شغلة على عيني وراسي. الله يسلمك يا رب على الطريق. هاي بنحطها بالسيارة وإن شاء الله بتبعد عني المخالفات. إن شاء الله. أصيل يا أبو جنت أصيل. شو عم بتحاول تساوي أنت؟ تفاعلك عم تطلع مصر. الله يسامحك الله يسامحك. ايوه يا رب. ليش معتبريني غريب؟ انا معتبر حالي واحد من العيله، جاي على بالي بعد يومين ملوخيه بالارانب، ما بتساوي. اهلا وسهلا يا سيدي. انت قول لنا عايز الملوخيه امتى واحنا نروح نصطاد الارانب على طول. خلص يلا روحوا صيدوا الارانب. الله معكم، مع السلامه. ابجانتي؟ يا ابجانتي. ايه. من هدول اللي كانوا معك اليوم الظهر؟ ما دخلك. الله يسامحك. لأن ما دخلني؟ لأنه شغلة ما لك فيها، ليش لتحشر مناخيرك فيها؟ ايه بسيطة يا أبجانتي بسيطة، أنا محسب حالي فيك وما بتخبي عني شيء. يعني هلأ إذا حكيت لك شو بتستفيد؟ ولا شيء. ايه خلاص حط رأسك وانت فيس. ما أنا مرتاح من نومي. والله ولا لا. صباح الخير. أهلين. الله يسعد لي صباحك كل ما هزيت راسك، بس كأني حاسك مبسوط زيادة اليوم. لتكون عم تطلع تسهر من وراي بالليل ها؟ اوعى. يلا وانا مبسوط اليوم راح احط لك غنيه نرقص انا وياك. ايه يا اخي المشاريع الى رجاله، فالواحد فات من المشاريع يعني، بس ودي افتحوا للمشروع
حلو الريس، هاي بدها مكان مهم وحساس. لا حاجة يا عماد، عليك أفكارك غريبة عجيبة. شو بتشرب معلم؟ شو مشروع ما مشروع يا أخي؟ لا ما في مشروع أصلا. مشروع شو؟ لا هي كلها أفكار مغرضة، ما في مشاريع. مشاريع شو يا أخي؟ أخي بدك تشرب شي ولا لا؟ بدي أشرب لك، ليش جاي لعندك؟ بس شكلكم ما بتعملوا شاي. طبعا حبيبي نحن اللي بنساوي الشاي. لك ليش مسمينا قهوة؟ سموها شاي وبيعوا قهوة، ولا بتستهينوا بالشاي لأنه مشروب الفلاحين والكادحين والعمال صغار الكسب المتعفنين؟ أخي بدك شاي ولا ما بدك؟ بدي لك ما بدي، بس يعني لازم مصاري ادفع لك أنا؟ طبعاً بمصاري، لكان فاتحين سبي. طيب نحن ليش ما بنرجع مثل أيام زمان لما كان أسلوبه هذا التقايض؟ بقايضني بقايضك، يعني بعطيك مثلاً أخي بعطيك 50 بيضة بتعطيني إشوال طحين، بعطيك مثلاً 70 دجاجة بتعطيني إشوال قمح. هلأ مثلاً إذا جبت لي كاسة شاي بعطيك بدالها جلسة بقدونس وفجلة، أو إذا بدك مثلاً جيب لي كاسة موز وبعطيك كسة ونص ملفوفة. شو رأيك؟ تمام. وينو ها؟ كفر. لي الرايق انا ميديا سيتي بليز. اوكي اون ماي هيد ميديا سيتي تي كوم ستوديو سيتي ويل كوم تو يو اي. Singing? No. Dancing? Yes! Oh yes. My god! رقصني يا جدع! So what dance? What يعني cha-cha? Da. غربي كمان? Yes. وعربي? نعم. Oh my god! طيب تركي? Evet. أفغانستاني, إيراني? Yes, ballet. هندي? Everything. Yes. Oh my god! ما شاء الله عليكي مسبعة الكارات وبتسكري 7 حارات. طب ليكي هلأ you're going to dance now? Yes, I have a test. Test for what? Test for dancing. I have a test for dancing. If I pass this test, I'm gonna be very famous dancer. من تمك لباب السماء إن شاء الله بتصيري أشهر من تحية كاريوكا. What? You know تحية كاريوكا? Yes, of course I know. Really? Yes. You dance like تحية كاريوكا? Yes. Oh my god. طب فحصوكي؟ What? رفقاتك كذا حدا من رفقاتك قرايبينك فحصوكي شافوكي قبل ما تروحي على اللجنة هلا تعدي ترسبي. What are you talking about? Your brother sister make it check for you. No I don't have anybody. I didn't have anybody to check it for me. Really? No I didn't have any tests until now. رايحة هيك تجني طشتك العافية. بيعمل بروفة الواحد بالأول. لا حول ولا قوة إلا بالله. شلون هيك بيغامروا هالشباب والصبايا بحياتهم الفنية؟ ما عم بفهمها. طب ليكي If you want, I'm ready. You want me to check? Really? Yes. إيه بفحص لك الدواليب، بفحص لك الريديتير، الشاسيه، بغير لك زيت، كله نحن جاهزين لعيوني. بعدين تروحي على اللجنة هلا تبهدلينا هنيك قدام العالم. Okay. شو رأيك؟ Okay, but where can we dance? Where? Yes. I can find somewhere. Don't worry, but you have CD? Yes, of course I have my CD. Give me the CD. Here's the CD. Okay. This CD, everything is in? Yes. Okay. I have all the music in this CD. يلا prepare yourself, prepare yourself. Okay. Okay, I will check on you. بعدين ببعتك على اللجنة. Okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Oh.
قديش يا ابوي؟ 125. مشكور. بس لو سمعت بطاقة ما اشتغل. كيف ما بيشتغل؟ معلش جربها مرة تانية، احتمال يكون في عطل في الجهاز، جربها. اوكي ما فيش مشكلة. بس ما اشتغل، هذه موقوفة في البنك. موقوفة في البنك؟ اي نعم. شكرا. الو مرحبا اخي. حبيبي انا عندي بطاقتي المصرفيه ما عم تشتغل، حاولت اجربها مره ومرتين ما اشتغلت. 3872543. كيف بتوقفوها من غير ما تقولوا لي؟ لك انا حمدي بورصه. حمدي بورصه ايه اللي حفيته عشان تعطوني البطاقه، وهلا هلا جايين بتوقفوها؟ يا خالتي ما عم بفهم عليك، يعني حمودة رضي واقف معي ولا لا؟ طبعا، رموز العائلة اجتمعوا مبارح وقرروا بالموضوع وقالوا انه الفن ما بيتعارض ابدا مع عادات وتقاليد العائلات العريقة، وخير دليل على ذلك انه اسمهان كانت اميرة وصارت اكبر فنانة. شفتي امي قلت لك رح يوافقوا؟ ستي الله يهنيكم ببعض. ست كريمة انت بدنا نشوف هيك طلته البهية لسيد حمودة ما بطول، هو يبعد له 4 حروف ألماني بيختم اليوناني كله. وأنا بهالمناسبة الحلوة عايزة أساوي لكم عشاء. لا ما تقومي، ما بدي أنزع الرجيم. طيب رز بحليب كثير طيبة خالتي. يي شو بتلحي وبتصري؟ يلا جيبي لي صحن. عمليون اثنين تقبريني بالمرة. عواطف حبيبتي الصحن الثاني لفي لي يا سندويشة. بس كريمة قبل ما تغفلي أنا رايحة. لوين؟ على بيتي. ماشي حبيبي ابقي زورينا لا تنسي.